السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم نحضروا فطائر قطنية كيجيو زوين بزاف وما تحتاجوش تدلكوهم، وكيجيو خفاف ورطبين بحال السفنج. نجدوهم في الفطور أو لمجة مساء، كيجيو غزالين. خليكم على المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، نخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجو أننا الدقيق الرطب أي دقيق الفرص تقريبا 300 غرام، ما يعادل 3 أكواب. أننا السميدة الرقيقة الناعمة جدا عندنا 100 كوب واحد ما يعادل 150 غرام. واللي ما عندو السميدة يمكن ندير الدقيق الفينو، لأن تنقولي دقيق القمح الصلب عندنا في المغرب. لأن كوب ديال الحليب 200 مليلتر، عندنا هنا الماء تقريبا 300 مليلتر ما يعادل كوب ونصف. هنايا جوج معالق كبار ديال السنيده، السكر الخشن ما يعادل تقريبا 50 غرام، شويه الملح، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ساشيه تاع فانيليا، ساشيه ديال الفانيليا اختياريه، بيضه واحده. بسم الله. كنصبو بيضه واحده، كنصبو لها السكر، الحليب، الحليب راه شويه حراره الغرفه يكون شي شويه دافي. بسم الله. كنمزجو الكل تقريبا على هذا الشكل. كندير هنا الفانيليا، كنبقاو نمزجو مزيان، شويه الملحه، قريصه ديال الملحه، الان كنديرو الماء كيف ما سبق لي قلت لكم 300 مليلتر على هذا الشكل. كوب ونصف كنديرو. بالنسبه لهذا الماء هو شي شويه دافي، ما يكون سخون بزاف، ما يكون بارد. شويه الخميره ديال الخبز ملعقه صغيره، نصبو السميده 150 غرام. اللي ما عندوش السميده يدير الدقيق القمح الصلب كامل. الان كنا بالنسبه لهذا الاناء راه جاني صغير، لان باغي غنتك تخمر لينا، غنحولها في هذا الاناء كبير شويه. كنمزجو مزيان، من بعد كنصبو الدقيق، الدقيق 300 غرام بزيت الاكواب، كنمزجو مزيان. بالنسبه لهاد الفطائر كيجيو رائع، كيجيو بنان، سهل التحضير. بعد ما مزجنا هاد الخليط ديالنا مزيان، كنمزجوه مزيان، كنتركوه بالنسبه لنا الحراره كنتركوه 10 دقائق، الا كان شويه الحال برد كنتركوه 20 دقيقه، كنتركوه حتى تيحمر لنا بهذا الشكل. الان غادي نغطيو عليه. بسم الله. الان كنغطيو عليه وتنتركوه حتى تيخمر. بالنسبه للحال سخون كندير 10 دقائق حتى تيخمر لنا، كان الحال برد كنتركوه 20 دقيقه وكنغطيو عليه. بسم الله. بعد ما خملت العجين، بعد ما خملت العجين هانتوما كي كتلاحظوا، الان نمرو باش نطيبو على الشكل ديال كيف كتجي راه خامرة. بسم الله. كناخدو المقلات كنحاولو كندهنوها بالزيت على هاد الشكل مزيان. بالنسبة للمقلات الضوء اللي بغيتو، القياس اللي بغيتو، كنحاول نصبو تكون صبحة على هذا الشكل. بعد ما سرحناها كنتركوها تطيب لينا. بعد ما كطيب من التحت ما كنتركوهاش حتى تنشف كامله، هي مجرد ما تنشف شويه كنحاولوا نقلبوها. بسم الله. بعد ما طابت من التحت باش نقلبوها لابد كنرشوها بالزيت من الفوق على هذا الشكل،
راه كتجي كيفما تلاحظوا راه كتجي مشفجه. بسم الله. الشكل ديالها كيجي رائع بزاف، والنار ما كتكونش مجهده بزاف، ما تتكونش ناقصه بزاف، تكون تقريبا متوسطه باش كيجيو على الشكل. حاولوا نديروا على هذا الشكل هكذا، كتلاحظوا كيجيو مشفجين ورائعين ولدات. بسم الله. بعد ما طبت من تحت كذلك كما كتلاحظوا كتجي طايبه وكتجي مشفجه. الشكل ديالها كي كيجيها مسفج بزاف، عاد رطب 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 وساهلين التحضير. ما تردوش غير جربوهم، ها كيجيو غزالين وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. نفس الشكل اللي درنا في الاول، نفس الشكل اللي درنا في الاول عاود نديروه في الثاني كذلك. لابد كندير هذا الزيت على هذا الشكل وكنصبوا الخليط ديالنا. كنصبو كنبقاو كنسرحو فيه على هاد الشكل كيجينا مزيان، وكنبقاو مستمرين حتى نكملو العجين اللي عندنا. الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا كيجي بهاد الشكل، كيجي رائعين ومسفجين ولذاذ وسهل التحضير. غير جربوهم، نتمنى يعجبوكم، غير جربوهم وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.